احنا دفعنا تعويضات اكتر من مليار وممكن مش عارف 700 مليار حاجه كده للمتضررين. قال ان احنا امننا الطريق الساحلي الدولي، قال ان السلاح البحري بيؤمن المنطقه من شمال سيناء والعريش وحتى المنزله بشكل دائم، وده يعني جعل هناك سياج منيع يمنع اي ارهابي انه يفكر الاقتراب من المنطقه بحرا. كلام يعني الحقيقه كان برضو مهم جدا يتقال. انا عايز اسالك في توقيته وفي تحليله. والله التوقيت مهم جدا لانه جاء بعد البيان 28، بيان 28 لو حد راقب هذا البيان بدقه ويحس ان قد ايه احنا نجحنا بقدر كبير جدا ان احنا نقضي على حاجتين مهمين جدا اللي هي البنيه التحتيه للعناصر الارهابيه وقدرتها في خفه الحركه او الانتقال على الارض. فدول نقطتين مهمين جدا، ان انت تحصر في حته وفي نفس الوقت تمنع التحركات على اتجاهات مختلفه. ده بيخليك انت تقدر ضرباتك تبقى اكثر تاثيرا. هو ده اللي اتقال النهارده بقى، بس بايه؟ باسلوب اكثر تفصيلا على منطقه العمليات اللي هي منطقه عمل قوه انفاذ القانون. ان المحاور اللي على البحر اللي بتؤدي الى الدخول والخروج من مناطق العمليات دي كلها اتقفلت. كذلك قفلها مش على الارهاب فقط، ده قفلها كمان على كان على الهجره غير الشرعيه. الحاجه الثالثه ان لو احنا بصينا للبيان او للحديث المتحدث العسكري هنلاقي ان علاقته بالبيان رقم 28 مهمه جدا في انها تحدد، وده السؤال ده انا اتسالته كتير الفتره اللي فاتت، تحدد مدى قدرتنا على القضاء على العناصر الارهابيه. هو فعلا انا قلت ان احنا بنسبه اعلى من 90% نجحنا في القضاء على هذه العناصر الا من بعض الجيوب وبعض المناطق الصغيره المتبقيه. طيب طب استاذ اللواء، هو قال نقطه مهمه، قال ان التمويل لا يزال مستمر من جهات خارجيه ايضا. هنا بقى انا لسه كنت هاجي لك في البيان 28. كان واضح ان تم القضاء على جزء كبير من التمويل وخاصه في تجاره المخدرات. لان القاعده ان تجاره المخدرات بتقدم دعم للارهاب لان الارهاب بيحميها يوفر لها حمايه. فهم متكاملين في منطقه العمليات. احنا لما بنضرب العناصر بتاعه تجاره المخدرات، احنا في 1000 كيلو من الحشيش النقي تم ضبطهم في الفتره في البيان 28 ومليون قرص مخدر. ده رقم في بيان واحد كبير جدا. طبعا لما نيجي بقى نقيس بقى تاثيره، اذا انت جففت برضه من منابع، لكن في منابع اخرى زي التجاره المخفيه، الممولين المخفيين، يعني تلاقي في ناس تبعهم ومخفيين وما تعرفهمش بيمولوا هذا الكلام، زي ما اكتشفنا ناس كتير في الفترة الأخيرة وناس يعني اتحاسبت على هذا على هذا المنطلق. فأنا عايز أقول إن حتى التمويل إحنا يعني قطعنا فيه شوط كويس جدا، لكن عايز أقول على حاجة بقى. العلامات اللي بتقول إن التمويل لم يعد يعني مؤثر لدرجة إن هم يقدروا يؤدوا عملياتهم بطريقة سليمة، أول حاجة إن عدد العناصر او شكل العناصر على الارض شكل رص مش مجهز، لا بافرول ولا بجز بحذاء زي الاول، لكنها كلها ناس بلبس مرتجل الصور اللي اعلنت عنهم وبشباشب وكلام من ده، دليل على ان هم يفتقدوا الدعم اللوجستي في بعض الحاجات. تم قطع يعني طرق اعانتهم يعني. بالظبط. الحاجه الثانيه انك انت لما تيجي تدقق في التمويل لهذه العناصر تلاقي ان محاور كبيره جدا زي مثلا دول اتقفلت اتجاه الغربي، احنا يعني قافلين عليه خالص، اتجاه الشرقي احنا فيها، الا من الحاجات بقى تتسرب عن طريق الميه، ولكن القوات البحريه زي ما جاء في البيان فارده تغطيه هايله وانتشارها ومسيطره على الاتجاهات. اذا لا يخلو الموضوع من بعض الامداد البسيط اللي هو بالوقت بانتهاء. حتى لو جينا نشوف برضه بعض المظاهر ان جت في الفتره الاخيره انه هاجموا بنك العريش، ده دليل على ان ايه؟ بدأت العملية تنضج من ناحية التمويل المادي، فبيدور على حاجة في مناطق العمليات. الحاجة الثانية كمان ان
ان العناصر نفسها فرت من منطقه العمليات. ده له عاملين، اما لروح بالضربات وقوتها وده واضح على الارض، واما لضعف التمويل. ما انت ما بتدينيش المرتبات، انت كنت بتديني الاول 3000 في اليوم و4000 في اليوم و5000 في اليوم، النهارده الامور قلت، فبيبدا ناس تمشي وناس ما تستمرش، لان دول عصبجية، دول مش مرتزقة، مرتزقة لا اصحاب ايديولوجية صحيح. ولا اصحاب فكر ولا اصحاب قضية صحيح. دول شوية ناس صيع صحيح بيسترزقوا على قفا اجهزة الاستخبارات اللي بتلموه. بشكرك سيادة اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والنائب البرلماني.